افتتحت وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح مركز سلوان للطب النفسي الذي يعد إضافة جديدة في مجال طرح أحدث الأساليب الممكنة في المعالجة، إلى جانب الجلسات النفسية والاستشارات العلاجية لمختلف الفئات العمرية، حيث يتبنى مركز سلوان للطب النفسي رؤية خاصة في الرعاية النفسية وفي تقديم علاج متعدد التخصصات، إضافة إلى العلاج النفسي الداعم لذوي المريض، لتصبح في النهاية جسرا لعبور المريض إلى الحياة. وإلى جانب ذلك، يسعى مركز سلوان للطب النفسي إلى علاج المرضى بأعلى مستوى من المهنية وتسخير واستثمار خبرات أفضل الكوادر الطبية المؤهلة لتحقيق النتائج العلاجية المرجوة من خلال تطبيق الخطط العلاجية والمقاييس النفسية المعتمدة عالميا والتي تتناسب مع مجتمعنا الخليجي والعربي، بالتعاون مع المؤسسات النفسية الحكومية والخاصة من أجل تحسين مستوى الخدمات النفسية في المملكة بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع. احنا نفتخر بمثل هذه الخدمات انها تكون موجوده في القطاع الخاص، وهي قلما عامه تكون موجوده خاصه بما يتعلق بالصحه النفسيه وتقديم الخدمات عامه للامراض النفسيه، حيث ان ما زال مجتمعنا الحمد لله مجتمعنا يعني في تطور كبير، ولكن ما زال المجتمع يحتاج خلينا نقول اختيارات اكثر، يحتاج انه هو يكون هناك موجود في الخدمات العامه الموجوده له وكذلك في القطاع الخاص. اعتقد مثل هذه النقله النوعيه لوجود مثل هذه الخدمه ان توفر يعني اختيار اكبر للمريض او للمراجع او من يحتاج عامه خدمات صحيه.